رحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفة جديدة من قناة طبخ أم آدم. كيف كتشوفوا اليوم بغينا نديرو شوية ديال البطبوط ولا المخمر، هو ملوي على واحد الطريقة فنية وما كيضرش الإنسان العجين ديالو فاش كياكلو. أول حاجة غادي عندنا، درت تقريبا أكثر من رابعة ديال الفورص، كنديرو تقريبا تاهويا شي نص كيلو ديال الفينو. عندنا شويه الملحه، شويه خميره فوريه ديال الخبز، وشويه ديال السنيده. اول حاجه غادي نديرو فورس، من بعد ما غربناه نزيدو فينو، بمناسبة رمضان كريم انا هذا فايت دايره، وكنت لحتو غير في الفيسبوك وجاب نتائج كثيرة والناس عجبوهم وقالك علاش لي ما تحطيش لنا الوصفة على اليوتيوب، وبغينا نديروه دابا. كناخدو واحد شوية ديال الملحة، كنعبر بيدي انا دايما الملح غير شوية، نديرو على جانب الخميرة واحد حيت هو غادي يخمر، معلقة، والسنيدة اللي بغا كنديروها غير باش كيجي شوية محمر ماشي بزاف. غادي نديرو العجين ديالنا، كنعجنو بالماء الدافي. من بعد ما العجين ديالنا تعجن، تقدروا تعجنوه غير بيديكم، اللي ما عجنتهاش العجانه ماشي مشكله، كتبان لكم. انا درت غير شويه باش هانتوما كتبان لكم مرخوفه. شويه يديه ماشي بزاف، نديرهم على هذا الشكل هذا. الا كانت العجينه مدلوكه مزيان وخفيفه ماشي ثقيله بزاف باش تعطيكم الطوع باش تخدموها.
غنخليوها ترتاح واحد شويه، غنغطيو العجين ونخليوه يرتاح. انا ما درتش ليه ميكا مع الصهد، غادي تطلق بزاف وتخمر، خليته غير في الزيف واحد 5 دقائق تقريبا وغادي نديرو. بعد ما خليناهم هما غادي يترخفوا شويه، وجدنا هنايا عندي الزيت والزبده، خليتها بحراره ديال المطبخ، ما دوبتهاش، والدقيق. بقاو معنا حتى نكمل باش تكملوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا كيفاش غادي نوجدوا هذا البطبوط او مخامر بالزبده. بعد ما خليناهم ارتاحوا نديرو شويه ديال الزيت، نحاولوا نرخيوهم، نديرو شويه ديال الزبده، نحاولوا باش نديروا لهم الزبده لحقاش باش كيجيو هشاش. بغيتو تذوبوها ذوبوها، ما بغيتوش هي، انا حيت مع الصهد خليتها غير حراره المطبخ. العجين كيف كتشوفوا كتمشي معاكم دايره مرخوفه طالقه، ما كتسات العجين باش كتكون معجونه مزيان. كنديرو الزيت غير من التحت باش ما تلصقش لينا العجين مع الرخامه. غنخليوها شويه عاد غادي نحاولوا دابا غادي نديروا لها العجين الدقيق. اسمحوا لي نحاولوا نديروا لها بحال هكا كاينه، نخليوها تترتاح، ناخذ الاخرى نغطيوها شويه باش نخليوها ترتاح. ناخذ الثانيه، راه طريقه سهله ولا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه، كيجي رطب وكيجي زوين وما كيضرش حتى في المعده، وتقدروا كاع تخليوه في الكونجيلاتور مده طويله وما كيخسرش. فاش كتجبدوه غير كتخليوه يرتاح صافي، وكتسخنوه وكيولي بحال تقول يلاه طيبتوه جديد. قد ما ارتاحت العجين قد ما كتعذبكمش فاش كتكونوا كتورقوها. كنت فايتة حطيت الطريقة ديال الملاوي بطريقة أخرى، معمرين بالخليع، راه غتلقاوهم في القناة.
حتى هما كيجيو زوينين و بنادم كيغير. نوبه كيدير مسمنات معمرين باي حشوه اللي كتبغيو. رمضان هذا انسان كيحاول ينوع في الطبله. بقينا حتى كملنا العجين كله، وهاد البطبوطات هاد المخمار كنت علمتو من الوالدة ديالي الله يعطيها صحيحتها، وبقينا كنديروه كل عام أكثر يعني يوميا تقريبا في وقت ما تشهيناه كنوضو كنديروه. دابا غادي ناخد الأولى وغادي نكرصوها. كيجي زوين في الفطور في مع السحور، حتى هو الانسان كيتسحر به ولا كيفطر به. نديرو شويه ديال الدقيق حيت هو فيه الزبده. درنا داك شويه ديال الدقيق من الفوق باش ما يبقاش يلصق لينا. باش كيكون معجون مزيان هانتوما دغيا كيتكراز دغيا كيتطلق. عرشيشة قليلة خفيفة ماشي بزاف الزيت حيت هويا مصاوب بالزبدة. من بعد ما حسينا بها شدات من التحت وطلعت كما كتشوفوا خليوها تطيب. من بعد ما طابت هانتوما كديروا ليها بحال هكا كاينه فاش كتجبدوها سخونه هانتوما كي كيجي رطب. ها رطب مزيان بزاف و هانتوما كي كيتحل. نبقاو نوريكم التقديم الاخير. ما كملنا الطياب ديال البطبوط كامل كي كتشوفوا هو كي كيجي رطب ومحلول. كنتمنى انكم تجربوه راه كيجي زوين. والصحه والراحه وما تنساوش التعليقات ديالكم
واللايكات بكم باش كنزيدوا القدام. وشكرا لكم جميعا، ورمضان كريم وبالصحة والعافية ومقبول عند الله.